هاي الطفلة عفرائي اللي ولدت تحت الأنقاض، صار عمرها سنة إلا، والحمد لله هي جيدة وصحتها جيدة، وهي لسه موجودة عندي أنا الحمد لله. والله انزادت طفل من أسرتي أنا، عندي أنا 4 بنات وولدين، 5 بنات وولدين، وزادت وحدة النوب هي عفراء يعني عندي الحمد لله، يعني مبسوطين بيها وفرحانين يعني. يعني هسه مرت علينا يعني حزين بفقور بكل شيء، قلت لك عفراء يعني تعني انا تعني لي بالنسبه لكل شيء. اولا زادت فرد من عائلتي شخص، وثانيا عم تذكرني يعني بابوها وامها واخواتها، كل ما بتطلع عليه بتاكل بتذكرنا باهلها، بتضحك بتذكرنا، بتبكي بتذكرنا باهلها. عفراء